So we make the niyyah that we do this recitation on behalf of all mu'minin and mu'minat, and especially those who have passed away, and in particular father of brother Mustafa Qari. So our intention is for all mu'minin and mu'minat, those who are alive and those who have passed away. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينشرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أظلها حسن توكلي عليك فقلت ما أنت أهل وتغمدتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغفر لها إلهي لم يزل برك علي حيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي إلهي تول من أمري ما أنت أهله وأدع علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد إلهي جودك بسط أملي
وعفوك أفضل من عملي. إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره، فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إلي المسيئون. إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي. إلهي لو أردت هواني لم تهدني، ولو أردت فضيحتي لم تعافني. إلهي ما ظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك. إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا، يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك، وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك، وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. إلهي إن كان الشغر في جنب طاعتك أعملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي كيف أنغلب من عندك بالخيبة محروما، وقد كان حسن ظني بجودك أن تغلبني بالنجاة مرحوما. إلهي وقد أفنيت عمري في شرة السهو عنك، وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك. إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك، وركوني إلى سبيل سخطك. إلهي وأنا عبدك وابن عبدك، قائم بين يديك، متوسل بكرمك إليك. إلهي أنا عبد أتنشل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. إلهي لم يكن لي حول فأنتقل بي عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك، وكما أردت أن أكون كنت، فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك. إله انظر إلي نظر من ناديته فأجابك، واستعملته بمعونتك فأطاعك. يا غريبا لا يبعد عن المغتر به، ويا جبادا لا يبخل عمن رجا ثوابه. إلهي هب لي قلبا يدني منك شوقه، ولسانا يرفع إليك صدقه، ونظرا يقربه منك حقه. إلهي إن من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملوك. إلهي إن من انتهج بك لمستنير، وإن من اعتصم بك لمستجير. وقد لذت بك يا إلهي، فلا تخيب ظني من رحمتك، ولا تحجبني عن رأفتك. إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام من رجا الزيادة من محبتك. إلهي وألهمني ولهن بذكرك إلى ذكرك، وهمتي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك. إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك،
والمثوى الصالح من مرضاتك، فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب، فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهبه عن عفوك. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن الأعظم، وتسير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك، فناجيته سرا وعمل لك جهرا. إلهي لم أسلد على حسن ظني قنوط الأياس، ولا انقطع رجائي من جميل كرمك. إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك، فاصفح عني بحسن توكلي عليك. إلهي إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك، فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك، فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينغض عهدك، ولا يغفل عن شكرك، ولا يستخف بأمرك. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا، ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، وبالقرآن المستحكم، وبفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، والسر المستودع فيها يا الله، يا الله يا الله يا الله، يا الله يا الله يا الله، يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات وغافر الذنب والخطيئات. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا، وبالسيئات غفرانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا،
ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف كل مريض اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأتباعه وشيعته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. I pray that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala would give shifa to all people who are ill, especially people who suffer from this virus. And Brother Jihad, his father, Sister Natasha's uncle, and there are other people that we have in mind, and any person in the world who is ill, we ask Allah for shifa, we ask Allah for protection of others, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to help our life goes back to normal, and our centers, our mosque, our shrines, inshallah, will be opening their doors soon to people. We ask Allah for a special month of Ramadan, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to include us among his guests, inshallah, in this month of Ramadan. May Allah, inshallah, be with you, and have a, inshallah, great night of Jummah. And please, whenever you get chance, pray for us so that we can, inshallah, serve better. Ahsant. Thank you so much.